بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء، على امتداد بثنا في جميع أنحاء العالم، فضائية السودان الآن من العاصمة السعودية الرياض إلى كل المتلقين في أنحاء العالم، تحديدا برنامج كورتنا اليومي الذي يعني بالشأن المحلي والعربي والعالمي ويغطي نشاط المهجر السوداني في المناشط الرياضية. هذه المعاني الجميلة تحية الحب والاحترام والتقدير أنقلها ضيفي داخل الاستوديو، المحلل الرياضي والإعلامي المعروف والناشط في مجال الرياضة السودانية هنا معاوية حذربي محلل برنامج كرتنا. مرحبا أستاذ معاوية. مرحبا أستاذ مضعب، ومرحبا بكل التيم العامل، ومن إن شاء الله نقدم حاجة مفيدة للجمهور إن شاء الله بإذن الله. عبرك التحية للرجل المقاتل، أنا أسميه الشرس، جلال حسن الجلال، بعد طول غياب في ظهورك في برنامج كورتنا. مرحبا بك ضيفا في حلقة اليوم. يا مرحبا، وإن شاء الله نقدم حلقة جيدة، وأنا سعيد جدا بالإطلالة معك مرة أخرى أستاذ مصعب. وعبركم التحية لكل طاقم العمل العامل في قناة فضائية السودان الآن 24. برنامج كورتنا وكالعادة القطار ينطلق بالعناوين. مرحبا بكم مرة ثانية حبابكم عشرة بلفظتنا أو لهجتنا أو لكنتنا السودانية اللي بنقولها لكل الذين يشاهدون ويتابعون برنامج كورتنا. حلقة اليوم حبلة وزاخرة ومليئة بالأحداث الرياضية، أهم الأحداث الرياضية ما جرى بالأمس، مباراة جرت بالأمس بين المريخ وصن داونز الجنوب أفريقي في دوري أبطال إفريقيا للأندية هناك في ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة. أيضا سنتناول بعد هذا المحور أهم الأحداث الرياضية على مستوى الوطن العربي تحديدا والمستوى المتابعين الرياضيين العرب، قمة أو كلاسيكو الكرة السعودية بين النصر والهلال باعتبار أن المباراة في أرض النصر، مرسول بارك، ملعب مرسول بارك بالرياض غدا بإذن الله، القمة المنتظرة 6:25 بتوقيت مكة المكرمة بإذن الله. سنتناول هذه المباراة في محور بإذن الله حافل وحاشد بالأحداث وبالأرقام. سنتحدث بعد المحور عن الدوري السعودي أو دوري كأس الأمير محمد بن سلمان المحترفين والجولة التي تم تسميتها جولة التأسيس انطلاقا من يوم التأسيس المبتدعة من وزارة الثقافة الذي اتخذ قفازها وزير الشباب والرياضة الهميم وأطلق على جولة 21 جولة التأسيس، مباريات حاسمة قوية لعبت ضمن هذه الجولة. بعد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان المحترفين سننتقل للحديث عن هناك في القارة العجوز، تحديدا عن مباراة مجنونة جرت بالأمس بين توتنهام ومانشستر سيتي، واستطاع فتية توتنهام أن يقهروا أبناء غوارديولا بثلاثية. سنختم محاورنا اليوم بمحور أخير، مباريات الدوري الإسباني ومباراة تجرى الآن أحداثها وشوطها الأول انتهى قبل قليل أثناء تسجيل هذه الحلقة بين برشلونة وفالنسيا، والبارسا يتقدم بثلاثية في شوط المباراة الأول. إذن هذه هي أحداث الحلقة، وسنتناول أي ما أطرأ من أحداث رياضية أثناء التسجيل. طيب أنا دربت بالشأن المحلي، كورتنا المحلية ومحلية لكن في استحقاق أفريقيا. حذربي حبدا بيك، بالأمس انتظر الجمهور المريخي والجمهور السوداني ظهور المريخ بشكله الجديد أمام القارة أو فرق القارة الإفريقية، لكن يعني بين قوسين الوضع كان مخيب للآمال، ظهور باهت للمريخ، تشكيلة يعني لم تكن مقنعة للحد البعيد، وخسر المريخ 3 نقاط وتخرج بنقطة واحدة من أمام صن داونز. معاوية كيف رأيت هذه المباراة؟ والله المباراة طبعا هي امتداد للخيبات السودانية في البطولات الأفريقية والنتائج السلبية يعني اللي جرت تقدمها أنديتنا في الفترة الأخيرة. المريخ يعني بعد طول قياب يمكن معسكر امتد ل70 يوم، كانت الناس يعني تعلق آمال كبيرة في أنه يظهر بمستوى جيد، أنه يقدم مستوى طيب، يحقق انتصار كبير. ممكن بعضهم كنت الأنصار كانوا متفائلين،
لكن في شوط اللقاء الأول ظهر المريخ بشكل يعني غريب حقيقة، وكان مفاجئ لكل المتابعين ولكل الوسط الرياضي. المريخ كان تايه تماما في شوط اللعب الأول، ويعني لاعبينه كانوا في حالة بتاع التوهان. أنا بعد ذا للتشكيل الما مناسب اللي بديه الفريق، إضافة للتنظيم اللي ما بيتناسب أصلا مع اللاعبين السودانيين. يعني الخواجات ديل بيجونا بخطط وبرامج وكده ما بتتناسب مع طبيعة لاعبين. والله يعني يا حذربي ما شفنا أي خطط. أنا بالنسبة لكلارك أعمل شنو يعني خطة شنو ما قدر يعرفها اللاعبين. هو كلارك لو الناس تابعته يعني بيديك شكل إنه المريخ ده يدل بعين إنه هو بادي بشكل إنه لاعب 4-4-2. نعم. لكن هو المريخ التطبيق اللي خطاه المدرب إنه لاعب 3-4-3. جميل. أنا برجع عليك يا جلال، ده شكل المريخ اللي كنا منتظرين إنه إحنا 70 يوم. لا طبعا ما ما شكل المريخ اللي منتظرينه 70 يوم. أنا أعتقد تغيير المدرب أثر. المدرب ده 17 يوم، أو أقل من 17 يوم فقط. الإنجليزي كلارك يعني كلارك. جاب البرازيل. أيوة كلارك المريخ بالنسبة له فريق معروف، لكن الشغل الأول للمدرب البرازيلي ضعيف فنيا. المريخ فقط 55 يوم، يعني سواء إنه لو لاحظتوا في مباراة أمس اللياقة البدنية. نعم. المريخ تميز باللياقة البدنية. إسلام جمال يعني إسلام جمال أدى عمله تماما المعدل البدني. نعم. أكيد حتى لو لاحظتوا حاجة التغيير بيتم عن طريق اللاعب بتنزل لياقته. نعم. في قياس حرارة في اللاعب بيتقاس له، أول ما تنزل الحرارة اللاعب درجة معينة بيتم تغييره. تم تغيير توني لهذا السبب. المؤشر اللياقي، المؤشر اللي هو بقياس اللياقة. قياس اللياقة بيتلبس مع اللعيبة فبيسخر للاعب. الناس كلها أمس احترضت ليه تم تغيير توني. زي ما قال حبيبنا معاوية، التنظيم اللي تلعب به المباراة خلى اللعيبة شوية تايهين. 3-4-3 لأول مرة يلعبوا بالتنظيم ده. 3 في الدفاع 4 في الوسط. تغيير خانة طيفور، اللاعب اللي ما جاهز فنيا ما جاهز بدنيا، مناسبة طول جدا هو ما قاعد يلعب، أثر في رتم المباراة تماما، خلى المريخ تايه. في كثافة عددية في خط الوسط، في تكفيل تماما، لكن المريخ لما يستلم الكرة ما قادر يطلع بالكرة للأمام. دي كانت المشكلة في الشوط الأول. بعدك في الشوط الثاني انتبه لذلك، أدخل وليد هندسة اللاعب اللي بتحرك بالكرة جيدا. يعني تغيرت شكل المريخ في الشوط الثاني. طيب دقيقة برجع عليك يا معاوية. أكثر المتشائمين في المريخ لم يتخيل أن المريخ سيكون بهذا الشكل السيء جدا في الملعب أمس. يعني درجات التفاؤل كانت مرتفعة. الناس شافت فريق صن داونز مع الهلال، فقالوا يعني المباراة دي تحت يعني زي ما يقولوا في متناول اليد، لكن هي خسارة. أنا أعتبرها خسارة لأن المباراة في أرضك أنت. نعم. هي واحدة من الحاجات اللي صنع الإعلام. نعم. يعني فريق زي صن داونز لا يمكن إنه تكون نتيجته في متناول اليد. هذا من الفرق القوية، من الفرق المنظمة، من الفرق اللي لها يعني باع طويل في التنافس الأفريقي. فلازم أنت تتوقع مباراة صعبة مع فريق زي ده. فأنت لو تيجي إنك تكون إنك خاطي إنك حتيجي تأخذ مباراة بكل سهولة مع فريق بقيمة صن داونز، ده شيء ما سليم. يعني صن داونز فاز على الهلال بصعوبة، وإن رجعنا للحقيقة الهلال يعني مفروض يتعادل لو الحكم ما ظلمه في لقطة الهدف اللي احتسب تسلل، أو ما أعرف بالضبط رأي الحكم في إلغاء الهدف. فريق بهذا الشكل يا معاوية أنت ما ممكن تصفه بأنه فريق مخيف ولا يعني فريق عادي. أنت لو ما غلبت صن داونز دار تغلب منو تاني؟ طيب والله هو يعني ممكن يكون الفريق شكله في المباراة دي ما كان جيد، لكن الفريق يعني فريق لما بتشوف تاريخه بتشوف مشاركاته فده ما فريق السهل اللي أنت حتجي تغلبه بكل بساطة يعني. وكأنك تشير إنه الهلال كان أحسن يعني من المريخ يعني في الظهور. حتى الآن شكل الهلال كان أفضل بكل مقاييس يعني في المباراة. نحن لقينا فريق واحد، أنتوا لقيتوه في أرضه هناك في جنوب أفريقيا. نحن باعتبار إنه أرضنا اللي هو استاد السلام بالقاهرة، والنتيجة اعتبرها خسارة للمريخ. طيب أنت ضيقت خياراتك يا جلال في مباراة أنت مفروض تلعبها بأكثر بجرأة أكثر بلاعبين عندهم جودة عالية. انت حين في اشكالات ما انزل الله بها من سلطان، انت ادارة المريخ بالضبط في المباراة دي لو قلنا لك وجه لها صوت نقطة يعني حتتناول يا تجاه. اول شيء موضوع تسجيل المحترفين في المريخ. نعم. يعني خطأ من مهندس السيستم الاخ مهند كمال، راجل يعني ما عنده علاقة بالسيستم، راجل هو مهندس
مدير النادي كيف تعين مدير سيستم. ونحن عندنا في السودان خبرات وهيثم محمد نور وبكر مدير السيستم السابق كتار جدا ممكن يشتغلوا لك الشغل ده من غير ما تحصل. يعني المريخ الان يفقد 7 لعيبة اخطاء اداريه عن طريق السيستم ده. المفروض الجهاز الاداري للمريخ مجلس الاداره يتحاسب على الكلام ده ان احنا فقدنا لعيبه 7 لعيبة وكان المريخ ممكن شكله امس يتغير خالص. يعني دي مشكله انا بصوت لهم اختيار الملعب. انا ما قلت لك مثلا احنا نطلب في استاد الهلال، لكن يعني المريخ ما استفدنا خالص من مباراه الاستاد امس. طيب نجي لموضوع الاستاد يا عشان ما تكون شماعه او ما نلقى شماعه للتعسر بتاعنا. ملعب الهلال في السودان تم اجازته من الكاف انه ملعب جاهز لاستضافه المباريات الافريقيه. انت كمريخ السبب شو اللي يخليك تمشي تلعب مبارياتك في استاد السلام في القاهره وانت فريق الاهلي حتلاقيه يعني مرتين في استاده؟ نعم طبعا انا هلعب في السودان من غير جمهور. نعم دي واحد. اثنين موضوع يعني بيقى فيه نوع من الاستفزاز بصراحه، يعني استفزاز من اداره نادي الهلال لجنه التطبيع بقياده الصوبات، رغم انه في البدايه وعدوا المريخ وقالوا الموضوع يعني تحت الرحبه والسعه. اراء المتشنجين والمشجعين في الهلال اثرت على قرار لجنه التطبيع دي، ما دار كلام. اسلوب التعجيز واسلوب الاستفزاز ماجر ب $15,000 مره معسكر شهرين. طيب يا جلال عشان ما يغلبوا المال يعني عشان احنا ناجر الكلام اللي طلع من الاداره شنو رسمي من الاول؟ الصوبات تحدث مع محمد سيد احمد. نعم. انه موضوع الاستاد موضوع يعني جاهزين بعد ذلك تدخلت الايدي العقليه التشجيعيه. للاسف العقليه التشجيعيه اثرت في بعض الاخوه في اعضاء نادي لجنه الهلال. جميل يا حيدر بن دقيقه، يا حيدر بن انت رجل الهلالي الكلام ده رايك فيه شنو؟ والله ده كلام غريب حقيقه، ما افترض انه يصدر من شخص في مقام. يعني هي المساله مساله استثمار. نادي الهلال صرف مبالغ كبيره على استاده ومن حقه يستثمر النادي. الهلال ما رفض للمريخ انه يلعب، لكن يعني قدم اسعار تخيل هي في متناول اليد المريخ. يا رجل طيب انت المريخ ما كان بيلعبك في استاده يوم كنت استاذ كان منتهي. طيب السؤال دافع يا يعني انا قلت لهم بيلعبون والاتحاد الافريقي مغرمهم $500,000. نعم. المريخ اللي ما استلمه يستحيل انا يجي فريق سوداني انا اقوم اقول له ادفع 5000 6000. المريخ ممكن يدفع المريخ معسكر شهرين في شهرين في مبالغ يعني مبالغ بالنسبه لنا، لكن الموضوع ما موضوع ايجار مال ونعم. الموضوع كان استفزاز واضح. احنا ناس بتفهم كويس وناس بتعرف كوره، فالموضوع كان موضوع استفزازي زي ما قلت لك انا. التشنج والمشجعين اللي اثروا في قرار للاسف الشديد. طيب المفروض الاداره بعضهم بيقول انه ده استثمار. انا صرفت مبالغ. نعم. هل هي ده اول مره يحصل الكلام ده؟ طبعا. لكن احنا يعني زمان احنا من زمان كلنا مشجعين وكلنا مشنجين. نعم. لكن الادارات ما بتتاثر بالقرارات دي، بالعكس هم علاقاتهم كاداريين كلعيبه علاقات طيبه جدا. حتى لو حصلت الناس حتى في زمان جمال والي الناس بيقولوا ليه تاجر الهلال ولا تدي، يستحيل هو يسمع كلام مشجعين. الادارات المفروض تحترم نفسها والمفروض تحترم مع بعض، لانه ده في النهايه كره قدم يا جماعه ونحن سودانيين كلنا. فكون تقول لي انا اجر ده موضوع استفزازي احنا ما نرضى. يستحيل كان مجلس المريخ ياجر استاد الهلال يعني بطريقه. طيب ما تاجر انت في النهايه. لا بطريقه هو حضور الجمهور يا جلال، حضور الجمهور ما منع بشكل رسمي. مباراه الهلال منع الحضور الجماهيري وفق تقارير استخباراتيه بانه الوضع الامني غير مستتب، يعني في حاجات اسباب تسببت في انه الجمهور. انت لو في المريخ دفعت المبلغ الحد تم تحديده من اداره الهلال وجيت، اكيد انت معي يمكن الاوضاع الامنيه بتكون مستقره. انت يوم الجمعه عندك مباراه. نعم الموضوع كان يعني بعد خلص الناس يعني خدت اسم المريخ مكانه المريخ، فموضوع الاستفزاز بعيدا عن اي شيء ثاني. القاهره طالما كان في الجهاز الفني اللاعبين هم اللي طلبوا يلعبوا في القاهره. طبعا الكلام ده قبل ما الاخوه في لجنه التطبيع يقولوا حيلعبوا بايجار وما ايجار، اللعيبه مع بعض مع الجهاز الفني مع الجهاز الاداري هم اللي طلبوا يلعبوا في القاهره. كانت السبب الاساسي ثاني انه هل حنلعب في الهلال بحضور الجمهور ولا من غير جمهور. جميل حيدر بي ما دام الكلام كده خلينا نتكلم بصراحه ونحطها على بلاط. تفضل. مجلس اداره المريخ بكامل هيئته. نعم. هو كان من عايز يلعب في الهلال، لكن رئيس المريخ لديه اشكاليات انه تحول لدخوله للسودان. نعم. وبالتالي فضل انه يجيب المريخ في القاهره لانه في اشكاليات تخليه يتواجد بالسودان. نعم. ده الكلام على البلاطه كده يعني عشان كده الرسمي. يعني الاداره كلها وافقت الا حازم القنصل حازم وابو جريشه. نعم. هم اللي لعبوا المريخ في القاهره
وحازم بالتحديد لانه عنده اشكاليات لانه يصل السودان، وبالتالي فضل انه المريخ يكون فيه. انا شخصيا ما عندي خبر عن الكلام اللي قاعد تقوله، لكن الراي حر، انت بتتكلم عن الكلام. انا هل يا جلال حسن جلال هذا الكلام صحيح؟ انا ما سليم طبعا. نعم المريخ يعني ما ضروري رئيس النادي يحضر المباراه، حتى في مشكله سياسيه ولا في حاجه. صالح سليم نادي رئيس نادي الاهلي يمكن 10 سنوات هو في مستقر في لندن كان ويدير نادي الاهلي من هناك، فموضوع ما موضوع انه حازم يجي الخرطوم ولا ما يجي، انا ما اعرف بالضبط موضوع الاشكالات السياسيه اللي تحل دون. انا شخصيا ما طالع، انا برضه ما اعرف الكلام ده، لكن الموضوع كان استفزاز، ما في كلام. نحن متابعين ونحن قاعدين في الوسط الرياضي ده متابعين كويس هناك القرارات، واكد لك انه اللعيبه اول ناس هم اللي طلبوا يلعبوا في استاد القاهره، يقولوا الملعب جيد، الاجواء كويسه، يتعود على الاجواء احسن لهم. هم كان كلامهم انه لو نحن نلعب في الخرطوم بالجمهور احنا افضل لنا عشان نلعب في الخرطوم. جميل. انا شخصيا انا بوعدكم من هنا بحاول اتواصل مع القنصل حازم مصطفى ونسمع منه مباشرة عبر برنامج كورتنا الحصل بالضبط في موضوع الاستاد. اذا موضوع الاستاد ما شماعة للمستوى صح. المهزوز والمهذا. خلينا نخش المستطيل الاخضر يا معاوية. الكورة اتلعبت، اللاعبين ظهروا بمستوى باهت جدا جدا، طريقة لعب عشوائية، الجنوب افريقيين استلموا طريقة صناعة اللعب في وهددوا المرمى المريخ كثيرا، يعني حتى اصبح المنجد هو النجم الشوط الاول. نعم تفضل. والله زي ما قلت لك المشاكل في التشكيل، المشاكل في الوضع اللاعب المناسب في المكان المناسب، وده انا بشوف انه الدور ده كان المفروض يكون لبراهوما، يعني يمكن المدرب ابتعد شويه لفتره وجا زي ما قال الاخ انه يعني جاء متاخر شويه للاعداد 17 يوم، لكن ابراهيم كان متواجد، ابراهيم عارف المريخ وعارف ايش، كان يكون ده دوره هنا وتدخله في انه يعني يوجه المدرب بانه يضع التشكيل المناسب والتنظيم المناسب مع قدرات هؤلاء اللاعبين. جميل. طيب هل ابراهيم لماذا لم يتدخل؟ المدربين الاجانب يعني من الصعب جدا تأسف. أظهرت لقطة تلفزيونية إنه كلارك قريب وقاعد يسمع لإبراهيم. وطبعاً أكيد أثناء الملعب بعدك هو خشى في الموضوع بتاع إنه المباراة بدأت تخرج من يده، فلازم يعرف إبراهيم كويس، وإبراهيم رأي الخبرة في قراءة الملعب في أحوال اللاعبين كلهم، هو يدري بأحوالهم بطريقة لعبهم. ممكن يكون كلارك شوية يعني لاعبين ثلاثة فقط هم اللي كانوا مؤثرين في التشكيلة. جميل. غير كده وأنا أعتقد هو مدرب مميز، دليل المريخ رجع في الشوط الثاني لعب مباراة كبيرة جداً. ممكن التنظيم اللي لعبتنا ما متعودين لسه. انا راهن انه المريخ ان شاء الله غادم الميعاد حيمشي في نسق تصاعدي، ودي اللي خلت صن داونز المره الاولى الافتتاحيه تحس انه صن داونز كان يعني ما في حركه بتاعته، استفادوا جدا من مباراته مع الهلال. كروا المريخ كويس، لعبوا هم عندهم الانتشار، لعبوا 3-4 مباريات فقط. هم عندهم الانتشار، اللاعبين في مراكزهم بصوره جميله جدا، عندهم ضعف في ختام الهجمه زي الكره السودانيه، عندهم مشكله في الدفاع برضه. المريخ لو كان لعبتهم ده في الفورما غيابات بكر المدينه تيش مجموعه من اللعيبه اكثر من 7 لعيبه المريخ ما استفاد منهم، عدم دخول طيفور وبيب بيبو يعني في التشكيله اثر جدا على منظومه اللعيبه. بيبو مين انت بتتكلم عن احمد بيبو؟ احمد بيبو احمد ادم بيبو. احمد ادم وجوده امس اثر جدا في المريخ، اول ما خرج احمد ادم وطلع دخيل على الطرف الشمال دخول وجدي هندسه المريخ تغير تماما، عشان ما نقول سوء تشكيله. طيب انا كلامك جميل جدا جدا. احنا عملنا تقرير للمباراه دي يا معاويه انه اسباب هزيمه المريخ مع تعادل انا بعتبره هزيمه. انت في ارضك لما تتعادل مع مباراه زي صن داونز اكيد انا بعتبره هزيمه. انت دار تكسب 200 يعني صح. انت حتلاقي الاهلي القاهري مرتين في استاد السلام، حتلاقي صن داونز ثاني في استاد القاهره، حتلاقي الهلال. احنا مباراتنا يوم الجمعه. طيب احنا قمنا باعداد تقرير عن هذه المباراه، هنطلع نشوف التقرير ونجي نتكلم عن المباراة بشكل مستفيض. طيب بعد ما شفنا التقرير وشفنا كمية الفرص المهدرة من فريق الجنوب أفريقي، المنظومة الدفاعية للمريخ كرشوم في أول ظهور له يا معاوية أقنع يمكن أكثر من كل المتواجدين.
هل تتفق معي في هذا الكلام؟ والله هو طبعا جاي بخبرات كبيرة من البطولة الأفريقية بطولة الأمم الأفريقية، وبالتالي كان يعني ما كان التوقع بتاعه يعني يكون يعني غير كده يعني، لأنه فعلا كان نجم في البطولة الأفريقية، وبالتالي استمرار التعلق رحلة التعلق معه اللي بدأت معه في الكان. جميل. جلال حسن الجلال، إذا جينا مسكنا لاعب المريخ واحد واحد، مين منجد؟ عبدالله 11 لاعب اللي كانوا في الملعب. نعم منجد اعتبره. نعم. من نجم المباراة، منجد لاعب مباراة كبيرة ثابت جدا. متابع كل الكور من كل الاتجاهات، لاعب حقيقة أدى الأمان لدفاع المريخ. الصيني حركة ضوء في الملعب، مشكلته بس ما كان بيقدر يطلع كرة من رجله كويس، لكن الصيني محتبره مهم جدا في خط الدفاع لأنه لاعب حركي ولاعب خفيف ما عنده التقل في اللعب. عودة أمير كمال وصلاح نمر، يعني ربما ممكن نمر، لكن أمير أنا ما أعتقد مع كرشوم والصيني يقدر ينافس معهم. أمير عنده مشكلة في حركة الرجل بتاعته، تقيل شوية. نعم. ممكن العمر، ممكن الوزن بتاعه. كرشوم كلنا شاهدنا كرشوم. كرشوم منه انه هو في الخطم ثلاثة لاعب يعني يلعب مميز. نعم. لا يلعب من غير عنف، من غير يلعب الكرة أول بأول. أمس بخيط خميس ممكن الشوط الأول كان يعني سوء التنظيم، بعد ذلك هو رجع في خانته اليسار لعب مباراة كويسة. بخيط من اللعيبة اللي ما بتأثر بالغاف كثير. نعم. أنا بعتبره برضو من الناس اللي ثابتة في الملعب، لاعب يلعب على طرف اليسار حافظ الخانة حفظ. طيفور أمس لم يكن طيفور. نعم. أنا ما أعرف مدرب لعب طيفور بعده، يعني ما هي الأسباب اللي خلت طيفور أمس يلعب بعيدا عن الجاهزية الفنية. كذا أن يتسبب في كارثة. بالضبط كذا، لأنه أنت بلعب طرف يمين هو لا يجهز الخانة تماما، لاعب ارتكاز، لاعب محور عصري، لاعب بيلعب في خانة رقم 6 الخانة الثانية في الوسط. أمس لم يكن. طيب لو حطيت نفسك محل كلارك، مين حتجيبه أنت في الطرف يمين؟ أنا أجيب حمزة داود مثلا، لو أنت عايز ما عندك طرف يمين. حمزة داود هل جاهز بدنيا؟ أيوة، أنت لاعب مباراتين في الدوري الممتاز. أنت ممكن تجيب تاي يعقوب، اللاعب المظلوم على مستوى المدربين، ما حصل عندنا كورة أفريقية لعب فيها تاج مع تاج يعقوب. نعم. ما كان من يوم المباراة يعني، لاعب ثابت ولاعب فنان ولاعب حافظ الطرف اليمين كويس. حتى لو أنت يعني عايز تلعب لعيبة الخبرة، ممكن رمضان عاجب يلعب على الطرف اليمين بكل سهولة، لاعب خبرة ولاعب بيلعب على الطرف اليمين كويس. ضياء الدين محمد رشيد أفتكر من الناس اللي برضو تحملوا عبء المباراة بالذات الشوط الأول. ضياء الدين ومحمد رشيد كان ينغصهم اللاعب الثالث اللي بيتحرك بالكرة للمنطقة الأمامية. بعتبر الاثنين إذا ديناهم 7/10 ضياء الدين محمد رشيد. بيبو أمس يعني كان شارد ذهنيا، كان بعيدا جدا عن تتم المباراة عامة. ممكن أكثر اثنين هم كانوا مؤثرين على التشكيلة، طيفور ومحمد بيبو. رمضان عجب أنت في البداية برضو ما كان ملاعبينه في خانته، الشوط الثاني يتحرك شوية، ممكن برضو بعيدا عن فورمة المباريات. رمضان ما زال بعيدا. أيوة يعني يبدو أنه في لسه ما جاهز فنيا. توني لاعب محترف، لاعب حافظ خانته، لاعب حتى لو عنده مشكلة في أنه لياقته نزلت، توني من اللعيبة اللي ممكن 90 دقيقة يجيب لك هدف. أنا انتقدت جدا خروج توني من المباراة لأيا كانت الأسباب. الجزولي ما اللاعب بتلعب له في منطقة الصندوق. نعم. لم يقنع حتى الآن الجزولي. في كل التجارب الودية. إذن أنا برجع عليك، طارت الطيور بأرزاقها، اعتبر خسارة تعسر في أرضك، صعبت مهمتك، بل يعني أنت كما قلت تحت الهوى إنه الهلال والمريخ سيصطحبان بعضهما ويغادران هذه المجموعة. نعم. هل تواصل في كلامك وتتحمل المسؤوليات إنه الهلال والمريخ ممكن يطلعوا من برا البطولة دي؟ والله حتى الآن هي ده السيناريو الماشي. إذا تعادلوا في المباراة القادمة الاثنين حيكونوا يعني بالضبط في صالة الولاء. أنت جبتني في الحتة اللي أنا دايرة، المباراة القادمة في الظاهرة يوم الجمعة هلال مريخ، الهلال السوداني والمريخ السوداني، بينما سيستضيف الأهلي صن داونز الجنوب أفريقي، والفائز منهم حيتصدر. أنت برضو لو فاز الهلال، لو فاز حيتصدر أو المريخ كذلك في حالة هزيمة صن داونز. طيب هلال مريخ على الورق يا حيدر بيه، إذا كده خطينا الفريقين على الورق، لمن الغلبة؟ والله شوف الديربي ده ما عنده أي حاجة يعني تطبق ما قبله. الديربي ده لظروف المباراة ولدوافع اللاعبين أثناء المباراة، لكن إذا نحن قلنا على الورق شكل الهلال في المباراتين اللي فاتت أفضل من شكل المريخ بالأمس، لكن الدوري برضو يعني يود القمة عند حسابات الخاصة يعني لا تخضع الحساب. جميل. أفريقيا أنتم متفوقين على الهلال، يا متفوقين عليهم في المواجهات الأفريقية. هل هذا الكلام ممكن يدعم المريخ في مقابلته يوم الجمعة؟ أكيد. طيب وش الدين الإحصائية
كم؟ المريخ اتلاقوا هم 6 مرات. نعم. المريخ فايز 3 مباريات، الهلال مباراة واحدة، تعادلين. تعادلين نعم. تتفق في الصعيدي؟ تقريبا. المريخ فايز في مباراتين. يعني ما ثلاثة. ما ثلاثة. يعني في النهاية المريخ متفوق على ذلك. متفوق أيوه. طيب جميل واصل. دي الإحصائيات بيناتنا. الكلام ده بيخليك متفائل إنك تكسب مباراة الجمعة. ما أقول لك الأخ معاوية. دير بتصعب جدا انت تقول انا اشيد بمدرب الهلال بيعمل الهلال الشخصيه، الهلال ينغص المهاجم الغماص ينغص اللاعب السدس الهجومي بيحصل له انت وهان كده لما تصل الكوره خط 18 الفرقه الثانيه، هم على مستوى الاستحواذ على الضغط المدرب عامل شغل فني مميز حقيقه. شفنا في صنداوس ممكن في الهلال شويه انا ما شاهدت المباراه بصوره كامله، لكن في مباراه صنداوس حقيقه تحس انه المدرب عامل شغل فني. الهلال ينغص اللاعب رقم 9 رقم 9 ونص، واللاعب اللي هم عندهم مشكله لما تصل السلسله الهجومي للفرقه الثانيه بحيث انه الكوره ما قادرين يمشوا بها. في عناصر معينه هي اذا في فورمه انا ترجح كفه المريخ اللي هم مين العناصر؟ يعني اذا توني في الفورمه وجاهز، رمضان عجب، سمان الصعوبي ورفعت مكان. يعني انا ما اعرف انت بتراهنوا على رمضان عجب بالرغم انه مستواه نازل له فتره طويله جدا. يعرف خبايا كره مباراه الهلال. نعم. ما حصل يعني احنا راهنا عليه وخزنا. ممكن يلعب كمهاجم ثاني مع جزولي او يلعب محمد الضي، هم الاثنين دول معانا السماني اذا في الفورمه حنتعب الفريق الهلال. جميل اكيد يعني. طيب نرجع لك يا معاوية، المريخ والهلال زي ما قلت حسابات الدربي ما تخضع بالارقام ولا انك تقدر تتوقع مين اللي حيفوز، لكن لعيبه من الهلال ممكن يصنعوا الفريق وانت بتراهن عليهم اذا في الفورمه. نعم زي ما قال جلال. والله يمكن النيجيري عفواً هو علامة فارقة في وقت الهلال يعني. جميل نعم. وممكن يكون اتفق تماماً نعم. أيوة. ممكن يكون هو من العناصر اللي لها الحسم. إضافة لمحمد عبد الرحمن يعني إذا محمد عبد الرحمن كان في يومه حيكون برضو إضافة كبيرة للهلال. طيب محمد عبد الرحمن ده له كم يعني 200 حيكون في يومه؟ نحن محمد الرحمن ده منتظرين عشان يكون يومه لينا أكثر من 6 ولا 7 استحقاقات. والله محمد عبد الرحمن يعني استهلك في الفترة الماضية يعني، اللاعب ده جاري على طول مع الهلال مع المنتخب وموسم طويل ويطلع من موسم يخش في موسم واستهلك تماما هذا اللاعب يعني، تحس انه مرهق تماما. فالمظهر بتاعته هو لاعب امكانياته عالية جدا ما فيه 2-3. انا ما بتفق معه في حياة الارهاق دي. اول شيء نحن الدوري بتاعنا انت ما لعبت ولا مباراة هلال ما لعبتها. لكن محمد عبد الرحمن جاي من وين؟ جاي من المنتخب. نعم محمد عبد الرحمن بطولة افريقية انت غادرت في المجموعة. عبد الرحمن بعد ما خلص من الدوري ما اخذ ولا 5 أيام يعني راحة، على طول مشى البطولة العربية. البطولة العربية نعم. خلص من البطولة العربية مشى البطولة الافريقية. يعني وكأنه مشى وصلوا النهائي، انت طلعت من المجموعات يا معاوية. طيب ما انت لعبت 3 مباريات برضو. أنا كنت يعني موجود فيها تمارين فيها معسكرات. طيب فيها ارهاق. تتذكر اخر مباراه في الامم الافريقيه للسودان؟ اخر مباراه لعبناها مع المنتخب المصري اتوقع مش ولا مع المنتخب اتوقع. طيب من التاريخ ذاك من ذاك الزمن لحد الان مع الغربال محمد عبد الرحمن ما لعب اي مباراه تنافسيه ثاني يعني. الان هو اخذ راحه يعني في النهايه ما انا يعني اخر مباراه ظهر فيها أيوة يعني المفروض لاعب اخذ راحه استجمع وانت مراهن عليه. خسرك ثاني في جنوب افريقيا ما قدم اي حاجه اي مستوى مطلوب انه ما قدم. فانا ما اعرف انت رمضان عجب بتراهن عليه لاعب مستواه نازل جدا جدا محمد عبد الرحمن. الناس دي لازم تحس لازم يشتغلوا على نفسهم عشان يقنعوا الجمهور اللي هم متابعين ومنتظرين. صح يا جلال صح. فالموضوع لسه عندنا وقت طويل جدا جدا حنتكلم عن هلال المريخ والقمة القادمة في استاد السلام في القاهرة، وبإذن الله نشرف الكرة السودانية إن شاء الله. ونقول للفريق الفائز ألف مبروك. أنا ما داير الكرة تعادلية تعادل معنا عشنا مع الاثنين صارت المغادرة اللي ما عفشنا محمد عبد الرحمن يفتقد بكر المدينة يفتقد التيش يفتقد التيكت يفتقد اللعيبة اللي هم كانوا سبب في بروز محمد عبد الرحمن في البطولة العربية كلنا نتذكرها يعني. محمد عبد الرحمن يفتقد اللاعب البموله للاسف في الهلال ما موجوده. الهلال بيلعب بطريقه غير محمد عبد الرحمن، حتى لما كان في الهلال في المره الاولى ما كان بيظهر بمستواه. انا حاليا الزعمي ده كان طبعا الهلالاب لما بيحبوا لهم لاعب بيحاولوا يفتشوا له اسباب واضحة. لما محمد عبد الرحمن كان الحين جاء النيجيري عبدول بيصنع لعب بطريقه ممتازه جدا جدا، جابوا له لاعب محطه اللي هو مصطفى سمين مصطفى ابراهيم ايوه. الحين المفروض هو يهدف
محمد عبد الرحمن اذا هو المهاجم المنتظر منه في الفورما مفروض هاكم عبد الرحمن يعني انا اتوقع لم يتبقى لديه ما يقدمه اكثر مما قدمه. صح نعم اكيد تتفق يا معاوية معايا في الكلام ده؟ اتفق. ليه؟ سبب اديني سبب. انا افتكر انه محمد عبد الرحمن يعني حتى الكلام بتاع انه يعني كان يفتقد للتش او هو محمد عبد الرحمن حقق البطولة العربية دي أربع أهداف في مباراة واحدة كويس وبعديها جاب هدفين دينا محمد عبد الرحمن خرج من المريخ في بطولة أفريقيا من الدور التمهيدي كويس ليست لديه أي يعني نتائج في البطولات الأفريقية الآن محمد عبد الرحمن في خلال الدوري جاب 30 هدف يعني نعم ليس مقياس واخذ بطوله الدوري هذا يعني انه توريك ضعيف يا معالي يعني ما مقياس اخذ 30 هدف نجوميه الموسم يا معالي 30 هدف دقيقه يا جلال ال 30 هدف اللي جابهم قدر يعمل بهم نتيجه قد في المنتخب لما لقى فرق كبيره ما فرق محليه ضعيفه ما عنده اعداد بطوله محمد عبد الرحمن كان واحد من العناصر الاساسيه التي دفعت بالمنتخب للكاد أيوة. اهداف حاسمه كانت مين اللي كان بيلعب معاه في المنتخب اهداف حاسمه هذا خلاص السؤال المهم ما هو كلام التش او صانع لعب لا الكلام ده بالمناسبه انا التش ما كان موجود في المباراتين الاخيره ما كان موجود اللي حقق فيها الانتصار على جنوب افريقيا وعلى غانا سيفتيري ما كان موجود انا ما عندي مشكله انه محمد عبد الرحمن لاعب كبير لكن محمد عبد الرحمن بعد ما تاهلنا اخر مباراه في غانا اخر مباراه لقيناها غانا في استاد الهلال في أمدرمان أو في استاد الخرطوم في أمدرمان وتأهلنا إلى أمم أفريقية من هذه المباراة اختفى لاعب اسمه محمد عبد الرحمن ما شفنا تاني محمد عبد الرحمن ماذا صار؟ اختفى كل المنتخب السوداني نسبة للإرهاق الذي الواصل عليه واللاعبين اللاعبين كانوا مشاركين في موسمين على التوالي وبالتالي كانت النتائج سلبية في كأس العالم ما كان محمد عبد الرحمن لحاله كل المنتخب كان اداؤه يعني حصل له دروب كبير انا متفق معاك متفق ايضا رمضان عجب اللاعبين اللاعب الاس المريخ دائما بكبروا قومه رمضان عجب مستواه في تدحرج مخيف لابد ان يراجع نفسه اللاعبين السودانيين المفروض يجلسوا مع نفسهم يشوفوا الحاصل شنو يعني في 11 لاعب هنا و11 لاعب هنا انت ما قادر تقدم مستوى ما قادر تجار 11 لاعب الموجودين فالوضع مؤسف ونتمنى انه يخذلونا ويردوا علي كلامي ده ويقولوا يا مصعب اللي في برنامج كورتنا انت كلامك تجني واسقلت علينا ونحن حنرد عليك في الملعب وان شاء الله نلقى الفريقين او واحد منهم يمشي لقدام رفقه الاهلي المصري او صن داونز اي من الفريقين حيتاهل مع فريق سوداني. طيب انا طلطوي الملف ده بشكل كامل وامشي لبطوله جميله وغاليه على نفوس كل العرب وبالأخص السعوديين الكأس الغالية بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين غدا يوم 21 فبراير 2022 الساعة 6:25 مباراة نارية قوية منتظرة بين قطبي الكرة السعودية فريقي الرياض كلاسيكو الكرة السعودية بين النصر والهلال مرسول بارك هناك غدا يا معاوية أنت هلالي نعم. هل سيكرر بليه حركة العلم سواء سيد بالسارية في وسط ملعب النصر في مرسول بارك مرة ثانية بكل تأكيد متأكد أكيد. لماذا طيب ليش التفاؤل ده يعني؟ والله مباراة الشباب كانت هي يعني عندنا مثلا نحن في السودان بيقول لك إنه يعني الخريف البين من بشايره بين خريف الليل نعم نحن الان شايفين الهلال يعني مولع نار مولع نار أيوة. طيب الهلال مولع نار بعد مباراه واحده بعد قدوم دياز الديربي بنكهه نكهه التانجو الفريقين بيدربون مدربين ارجنتينيين انتم النصراويين يا جلال دائما الهلاليين بيقولوا نحن بطولاتنا اكثر النصراوي تسمع صوته ولا ترى يعني وكأنك تسمع جعجعة ولا ترى طحنا أنا دارك ترد الكلام ده للهلاليين في البطولة دي بالأخص كاسها بطولة خادم الحرمين الشريفين نعم التقوا 27 مرة نعم 11 مرة فوز الهلال 10 للنصر يعني فريق مباراة فريق مباراة واحدة نعم 6 مباريات بالتعادل المباراة رقم 28 المدرب بتاعهم الروسي ولعب 8 مباريات مهزوم مباراة واحدة أمام الشباب النصر ماشي الرتم بتاعه مرتفع
مباراه الديربي الرياض ما عندها مقياس، لكن نحن نرشح تاليسكا ومارتينيز وابو بكر محترفين النصر بالتحليق عاليا في الدور الثاني ان شاء الله. طيب دائما براهنوا على محترفين، وبالرغم انه حاليا جوده المحترفين في الفريقين ما اقل من الثاني، يعني لو جينا عملنا مقارنه بين تاليسكا وماريجا. نعم والله انا اقول تاليسكا يعني ممكن يكون هو افضل نعم، لكن برضه الهلال عنده خيارات اخرى يعني غير تاليسكا، عنده خيارات ايضا في اللاعبين الوطنيين يعني يتفوق في هذا الجانب على النصر. نعم يعني الهلال يتفوق باللاعبين الوطنيين، اللاعبين الوطنيين في الهلال مستوياتهم عاليه اعلى كعب على لاعبين النصر. دائما يا حضرتك بيتهموكم انتم دائما فريق المسنود اللي بتشتمشوا بالتحكيم، الفريق اللي عندكم حمايه، بطولاتكم كلها حققتوها بطرق، يعني دائما اتهامات نصراويه في الشارع الرياضي، نحن في المقاهي جلساتنا السودانيين النصراويين بتلقاهم بوالي كلام، يعني مجرد ما يقول لك الهلالي يقول لك انت بطولاتك كلها جايبه بالتحكيم وبالحاجات دي كلها. نعم ما هذه طبعا حيلة العاجز، دائما دائما العاجزين هم لازم يعني يتكلموا عن هذا الكلام. كل البطولات اللي حققها الهلال كانوا بحكام اجانب، حكام وحكام على مستوى عالي جدا، فما في حكم اجنبي بيجي عشان يعني يفوز النادي الفلاني او كده، لانه ده ايش اللي يمنع الحكم الاجنبي انه يكون فوزك يعني؟ أيوه. انا اصلا لو عندي نظريه بتاعت انه دار اعمل شغل زي ده بعمله، لكن انت المفروض تدفع التهمه دي. الحكام الاجانب يعني بعينوا لمستوياتهم هذه الحاجه دي بتحسب له في الفايل بتاعه والاخطاء بتاعته دي كده، يعني بعدها ما حيترشح لبطولات كبيره، وبالتالي الحكم الأجنبي يكون أكثر دقة أكثر حرص. جميل يا جلال، دائما شماعاتكم واحدة، الهلال فريق، أنتم بتقولوا الكلام ده كثير، الهلال فريق بطولات، الأعلى كعبا، بطل القارة الآسيوية أو زعيم القارة الآسيوية، ما في فريق أكثر منه في البطولات، كان عنده فض اشتباك فض ضاع في البطولة الأخيرة دي، وبقى حاليا هو الزعيم الأوحد للكرة السعودية في القارة الآسيوية. أنت كنصراوي دار تقارن نفسك مع فريق بالشكل ده، مع بالجمال ده والبهاء والألغ بالمجد ده كله؟ نعم قدم لي دفعات الدينار غام. أقول لهم بس نحن بطولاتنا دي كلها عرجبين، يعني عرجبين ما في تدخل حكام، ما في، كل الناس تعرف الهلال كنتوا ماسكين في العالمية، كنتوا ماسكين في العالمية صعبة وقوية، إنكم أول فريق مثلتوا، والهلالين بيقولوا إنكم جيتوا بالترشيح أساسا في العالمية الأولى، يعني ما أخذتوا بطولة أبطال آسيا عشان تلعبوا البطولة الآسيا كأس العالم للأندية وجيتوا مرشحين، وبعد ده الهلال جاء زي ما بيقولوا قطع لسانكم وهو لعب في العالمية ويمكن للمرة الثانية أتوقع على الطاولة. نعم يلا فضل كده رد على الكلام ده. نقولون يعني كل بطولاتهم هم أول خلفية البطولات، كل الناس بشاهد مساعدات تحكيمية، وفي النصر فريق عالمي يضم نجوم الكرة السعودية إلى الآن، يكفي من النصر ماجد عبد الله يعني الأسطورة، أسطورة دبرة بطولات ودبرة، ويكفي بطولاتنا النصر فريق ماجد ممكن يكون أمجاده فردية، يعني رجل هداف أسطورة لعاب، لكن الكيان النصر، أين النصر من حتى على مستوى البطولات الآن النصر مواصل بيلعب حد دور الأربعة والحد، يعني ما اختفى رغم الهزات اللي في شط اللعيبة في بعض الإيقاف اللاعبين أثرت شوية على مستواهم، لكن النصر يعني رقم كبير في المملكة العربية السعودية، العالمي اسم مهاجم الفرق يعني بالضبط كده. النصر اسم كبير، أنا أتفق في الحتة دي، النصر اسم كبير في الكرة العربية وليس السعودية فقط يا معاوية. الهلال ظهر في كأس العالم وتهزم بالرباعية، جريح جلاقة الشباب انتصر، الميدان يا حميدان بكرة الساعة 6:25 إذا جينا قلنا لك النصر فاز جاي من فوز، يعني عدى نفسه تماما مع المدرب الذكي جدا الأرجنتيني أنخل وآتا رامون دياز وعاد ترتيب البيت الهلالي، صراع المدربين الذكاء، لمن ترجح الكفة؟ هل لأنخل أم لرام دياز؟ والله المدرب كمان بيحتاج لأدوات. نعم. يعني المدرب بتاع النصر مدرب ما فيه أي كلام، مدرب ممتاز وبالمقابل المدرب الهلالي، لكن العناصر المتواجدة في الهلال هي الأفضل وهي الأكثر وهي صاحبة الخبرات. كويس. أرجع للكلام يعني ماجد عبد الله،
لاعب كبير ومن الارقام اللي احنا نعتز بها، لكن سامي الجابر يتفوق على 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 ماجد في الانجازات، في البطولات، في الاهداف، يعني تاريخ كبير جدا لسامي الجابر. نعم يتفوق حتى على ماجد في كل شيء. طيب ده كلام جميل، انا برجع للكلام ده لناي، الصراع بين سامي الجابر وماجد عبد الله، لكن اتت اشاره انه حنطلع فاصل قصير، نطلع ونجي نكمل من قطع من حديث في برنامج كرتنا على فضية السودان الآن 24، أو نطلع فاصل ونجيكم إن شاء الله. عودة لمن قطع من حديثنا عن تحديدا كلاسيكو الكرة السعودية قدا في برنامج كرتنا على فضية السودان الآن 24، توقفنا تماما في الحديث بين ماجد عبد الله وسامي الجابر، صراع تاريخي يعني الحاجة دي، مما اللاعبين ديل ظهروا الهلاليين سامي الجابر والنصراويين ماجد عبد الله. حذر ابتدر الكلام يا جلال وقال انه سامي الجابر رقم ورجل اسطوره وليس ماجد عبد الله اللي بيتكلم عنه النصراويين. نعم الناس كلها تتذكر ماجد عبد الله 84 كاس الامم الاسيويه احرزت المملكه العربيه السعوديه البطوله. نعم هدف تاريخي تجاوز ثلاثة لعيبه ومحرز هدف معروف، يكفي الهدف ده مشهور جدا، وفي الاولمبياد برضه كانت في الاولمبياد الاسيويه العالميه كانت سنه 1904 في لوس انجلوس، برضه من الاهداف اللي كانت جميله جدا لماجد، نذكر هدفه في الصين على الطاير من قريب لخط 18. جميل جدا جدا يا حذر بين، ما ممكن نحن نقول ماجد وهنا نستحضر التاريخ كله ونحن العالمي ونحن شلنا بطوله افريقيا بطوله اسيا ونحن غلبناكم ونحن عندنا 14 بطوله، تتخيل انه بطوله كاس خادم الحرمين الشريفين اكثر فريق فايز بها مين؟ فريق الاهلي الراغي قلعة الكوس. انت نحن اولاد النهارده معانا، ايوه اولاد النهارده، وبكره الملعب مولع نار، الجمهور تعرف اجراءات احترازيه، ملعب مرسول بارك، ملعب مرتب، تحكيم اجنبي على مستوى عالي، الوضع كله في السليم، انت كهلال تقدر تقنع وتفوز على النصر؟ قبل الحاجه دي بس خليني اتكلم عن سامي الجابر شويه. اتكلم عن سامي الجابر. سامي الجابر شارك في كأس العالم أكبر البطولات 4 مرات. نعم. هذا اللي خليه يتفوق على ماجد. ماجد ما أحرز ولا هدف في كأس العالم. ماجد أسطورة طبعا. أيوة. لكن سامي أحرز أهداف في كأس العالم بطولة تاريخية. نعم. طيب كذا أدينا نحن أولاد النهار ده. نعم. أولاد النهار. أنت هلالي وأنا نصراوي. كذا طمن القاعدة الهلالية أقول لهم نحن بكرة فايزين. والله فوز الهلال بكرة إن شاء الله مسألة وقت، يعني الهلال هو الأعلى كعبا، الهلال دائما في هذه المباريات الإقصائية كعب الأعلى، دليل إنه حقق 11 فوز. نعم 11 فوز، يعني فرق مباراة واحدة. ما الأعلى كعبا، يعني لما تقول أعلى كعب معناه في مسافة أعلى كبيرة. كعبا في البطولات. نعم. النصر عنده كم بطولة في هذه البطولة؟ طيب أنت ما تخلي البطولات دي حاليا في بطولة حالياً. كأس الملك. نعم الهلال اعلى كعبا من النص. خليك من الاعلى كعبا، نحن أيوة. ما خلينا التاريخ قفلنا. أيوة. صفحه التاريخ. ايوه نحن اولاد النهارده حذربي،
انت الليله كده عمل لي مقارنه محترفينك مع محترفين النصر، انت اعترفت بعظمه لسانك وانت هلالي انه تاليسكا افضل من ماريجا. منظومه الدفاع النصراوي ومنظومه الدفاع الهلالي، انا دارك تتكلم لي في الحاجتين دين الاجود على الورق وفي الميدان. نعم انا قلت النصر يمكن يكون عنده تفوق في المحترفين، لكن يقابل ذلك الهلال عنده تفوق في اللاعبين المحليين. اللاعبين المحليين في الهلال على مستوى عالي جدا عكس اللعيبه في مصر. الميزه دي كانت عندك زمان، حاليا النصر عنده لاعبين وطنيين على درجه عاليه. جلال كذا رد على معاويه. نعم وليد عبد الله حارس المرمى. نعم بالرغم انه وليد اضعف حلقات. نعم عبد الاله العمري. العمري نعم مدافع مميز. سلطان الغنام. نعم. على الطرف اليمين، منصور الشمري على الطرف اليسار. نعم خالد الغنام الان افضل خامه في المنتخب السعودي. نعم. ممكن لاعب يعني محظور سوبر ستار المملكه العربيه السعوديه. في الخيبري. نعم الخيبر لاعب المحور. نعم مميز. المنتخب الفريق النصر اربع لعيبه وثلاث لعيبه فقط هم الاساسيين محترفين. طيب غياب البريك بكره مؤثر بالتاكيد. نعم مؤثر البريك من اللاعبين المميزين في الطرف اليمين. وقوه هجوميه ودفاعيه كبيره بالتاكيد. طيب تاثيره. طيب يا حدربي انت داخل مباراه بكره في الملعب ادوك فرصه تكلم لعيبه الهلال الحتات اللي ممكن تضرب فيها النصر او تنفذ فيها على مرمى النصر شنو؟ وليد عبد الله الحارس. الحارس بتراهن؟ اراهن. طيب وليد عبد الله مدخل خساره النصر، ولكن امام وليد عبد الله خط دفاعي قوي يتكون من عبد الله العمري موري وموري المحترف الارجنتيني. لكن بالمقابل سالم الدوسري قوه هجوميه كبيره. بالاخص سالم ده، بالاخص سالم ده مستواه ما مقنع للامانه. نعم لا دائما في الدوري هو حاضر يعني. نعم دائما في مباريات الدوري سالم عنده كلمته وعنده الحسم فيه يعني. طيب ابو بكر فينستر كاميروني هداف كاس الامم الافريقيه، حد بكره اللاعب ده في ظل ضعف المنظومه الهلاليه للدفاع، لانه دائما البلاهي النصراويين بيقولوا البلاهي ده نقطه ضعفهم، احنا بننفذ عبر هذا المدخل. هل يمكن ان تكون هناك كلمه لتاليسكا او بوكر فينست؟ اكيد اكيد حيستفيد من اللعبات السرعه في الهجمات المرتده. خطرين جدا تاليسكا وبوكر، يعني لعيبه خطرين جدا وغناصين من اصناف الفرص ممكن يحرزوا اهداف، حيسببوا متاعب لفريق الهلال بصوره مزعجه جدا. ممكن يحسموا المباراه لفريق النصر. في حاجه انا لاحظتها حدربي، الجو العام في السعوديه هلالي، انت تتفق معي بالكلام ده؟ يعني الهلال اذا لاعب تلقى الشوارع دي فاضيه، تحتار ذاته طريق الملك فهد ده ما بتلقى فيه زحمه وكذا. عكس اذا حتى الهلال لو فاز بالبطولات الاحتفالات الناس اللي بيطلعوا في الشوارع ويحتفلوا، بتحس انه الجو العام هلالي في السعوديه هو اكثر جماهيريه. البطولات هي اللي جابت الجماهيريه، بطولات الاداء المميز الزعامة الاسيويه هي اللي خلت الهلال متميز في كل شيء. ومباريات الهلال وانتصاراته واعياد في المملكه العربيه السعوديه وفي كل الوطن العربي. طوال يا اخذ كلامي. النصر جمهور الشمس يا جلال جمهور صبر في يعني اشد ايام انتكاسات النصر، عندما مرض هذا الكبير فارس نجد لم الجمهور لم يتخاذل. الجمهور النصراوي هو خط الدفاع الاول لهذا الفريق، هل تتفق معهم؟ اتفق معهم لان سيره واحده كالنصر. ذكروني فريق جماهير ليفربول، جماهير المريخ السوداني، ناس صفوه، ناس راغي جدا. كثره العدد ما معناته انت فريق بطولات. والله دخل المريخ اكيد. المريخ السوداني اكيد. نعم. اكيد الناس الراغي دائما ما بيكونوا بتعرف الصفوه. النصر مشجعينه ناس فريق العالمي وناس راغي جدا فعلا يعني. وبعدين لما تشجع فريق تشجع عشان نتائجه في كره القدم او بطولاته، بتشجعه لانه ده كيان وده منظومه انت بتحبها، اكيد ما عندها علاقه بالنتائج في الملعب. الانتماء. اذا رجعنا اذا جينا قارنا بين السودان، هلال السوداني والمريخ والنصر والهلال في السعوديه، دائما جمهور الهلال السوداني بيشجعوا الهلال، لكن هناك شواذ، معظم المريخات تلقاهم بيشجعوا الهلال هنا، الى ماذا تعزي هذا الكلام؟ دائما الحياه جميله بتجذب في اي مكان يعني. نعم. وبالتالي الهلال جميل ويجذب كل اي دول بيبحث عن الجمال. امام الهلال السعودي على طول. نعم انا شخصيا بقول انه الهلال جميل، عالم جميل، عالم مصنوع من الذهب. كذلك فريق النصر فارس نجد، هذا الفريق الذي يرتدي الاصفر لون الذهب لون الانتصار، فريق
يعشقه الملايين. الانتماء الوجداني ده بالمناسبه صعب جدا جدا، ومباريات الديربي لها حسابات، فبنحن بنلقى اجواء متنشنه والاحتقان واصل درجه عاليه، ومعانا زملائنا في العمل في الشارع في المقاهي، الجو العام السعودي بيكون يعني على درجه عاليه من الحماس والترقب. فما اعرف انا انتم جوكم كيف يعني، مثلا انت هل ممكن مباراه بكره تحضروا الاثنين مع بعض انت كنصراوي ومع معاويه؟ نحن شويه بعيدين يعني من التشنج الشديد التعصب ده. نعم بنستمتع جدا بمباريات الدوري السعودي والانديه السعوديه. وفعلا التعصب افه كره العالم، كل كره القدم افه التعصب. لكن الكره دائما ميزتها كده التعصب والتشنج والتشويق والاثاره، دي ميزه كره القدم. والا ما كنا سميناها كره القدم المجنونه، وحاجه جميله جدا الناس تعيش في اجواء الاثاره واتحداك وتتحداني، دي كوره كده بالضبط كده، دي كورتنا كده، فوز وهزيمه يعني. الكوره لها ثلاثه عناوين، فوز هزيمه تعادل. ايوه الغالب حيقول له والله انا غلبتك، والمغلوب حيقول له المره الجايه ان شاء الله حافظ عليك ان شاء الله. اجابه دبلوماسيه، ثلاثه دبلوماسيه يا جلال. طيب يا معاويه، في سؤال مهم بيطرح نفسه في الحته دي. اذا انت رجل سوداني هنا في ارض المملكه العربيه السعوديه، هذه البلاد التي استضافتنا واكرمت وافادتنا، وقالوا لك يا اخي وجه كلمة لجمهور وإدارة ولاعبي الهلال السعودي الفريق الذي تعشقه أنت وشجعه، كلمة لهم قبل لقاء الكلاسيكو بكرة. نعم والله يقول لي منه يعني دائما أنتوا قدمتوا الكثير لجمهوركم، يعني تربحتوا على زعامة الكرة السعودية والكرة الآسيوية. هذه البطولة بطولة كبيرة، يعني يمكن الهلال حظوظه الآن في الدوري أصبحت نوعا ما حتى الآن ضعيفة شوية، ولكن أن يخرج الهلال من موسم بدون بطولة لم يتعود الجمهور الهلالي هذا الوضع، وبالتالي لا بد من الفوز في مباراة القدم أمام النص حتى يحتاط الهلال لفقدان الدوري ببطولة كأس الملك. تماما طبعا، فوز الهلال طبعا كذا يعني بتستعيدوا توازنكم، تضربوا أكثر من عصفور بحجر. بنفس السؤال بنفس الصيغة، يا جلال حسن الجلال، أنت رجل سوداني في أراضي المملكة العربية السعودية، تشجع النصر السعودي، ودائما في الاتهام أنه يقول السودانيين بيحبوا النصر، بالرغم من الكلام ده يعني أنا شخصيا من المحيط اللي أنا فيه الرياضيين ربما 50-50 يعني ما في يعني مثلا ما كل السودانيين بيحب، معظم السودان حاليا أنا بشوف أنه الهلاليين أكثر في السودانيين. كلمة توجهها لإدارة وجمهور ولاعبي النصر السعودي وهم داخلين في مباراه الكلاسيكو بكره. نعم للاعبين اقول لهم انتم تلبسوا شعار النصر، الواحد قبل ما يلعب يعرف انه بيلبس شعار غيم وشعار يعني فريق كبير. الاداره ما بتقصر ودائما هي على عند الموعد. الجمهور شجع فريقك بحراره بغض النظر عن الفريق فايز او مهزوم، النصر سيبغى فريقك في كل الاحوال. طيب معاويه، المباراه الفايز غدا مباراه طبعا لا تقبل قسمه على اثنين، ما لازم في فريق يفوز المباراة، ما ممكن تنتهي تعادلية والرياض تنام وهادية، ما في لازم في جمهور يفرح والنصف الثاني من سكان المملكة العربية السعودية يكونوا زعلانين. في حال فوز أي فريق فيهم حيلاقي الفائز من فريق الأهلي والشباب، هل الطريق سالك أم هناك مطب الفريقين دول بيكونوا نايمين ويجي يعملوا مفاجأة في البطولة دي؟ والله الشباب والأهلي فريقين كبار، يعني صحيح إنه نتائجهم خاصة فريق الأهلي يعني نتائجه في الدوري شوية يعني مزعجة لأنصاره، لكن الفريق الكبير ممكن أن يعود في أي لحظة يعني. وبالتالي انتصار الهلال على النص ما معناه أن الهلال حيكون الطريق سالك بالنسبة له لنهاية البطولة يعني. جميل، الإحصائيات بتقول أنه الأهلي الراغي قلعة الكوز دي ألغاب كلها، نحن قبل ما نجي السعودية عرفناه عن هذا الفريق الذي يترنح الآن مع هاسي المدرب لكل الدنيا، قالوا انه مدرب فاشل لكن هم ما زال جالس بالقوه. هذا الفريق فاز 13 مره ببطوله هذه البطوله الغاليه على كل النفوس السعوديين 13 مره، في يليه في الترتيب الاتحاد والهلال بتسع بطولات، بينما فاز النصر بسته القاب فقط بهذه البطوله كاس خادم بطوله خادم الحرمين الشريفين، والشباب بثلاث بطولات. يعني انت بتتكلم عن اربع فرق فايزه بالبطولات من 13 ل 9 ل 6 ل 3. النصر اذا فاز او الهلال حيلاقوا الاهلي والشباب. الطريق
عبر هذه عبر هذا الفريقين فنيا يعني. الطريق سالك لا مغانا بمستوى الهلال والنصر مع الشباب والاهلي خاصه الاهلي فريق يعني الموسم ده ثم ما في تحس انه مستوى شخصيته في الملعب ضعيفه جدا اي فريق اي فريق ممكن يهزم الاهلي بكل سهوله اعتقد ان الطريق فعلا سالك للفريق اللي حيفوز في مباراه غدا يصل للنهائي كاس الملك انا شخصيا ما برضى كلامك ده كيف اي فريق انت بتتكلم عن الاهلي الراغي التاريخ لا هذا فريق فريق بطل بالمناسبه التاريخ التاريخ غير موجود في الملعب التاريخ غير موجود اذا انت رديت عليه كلامي وكلامه صحيح انا بتكلم التاريخ غير موجود, اذا يا معاويه انت اولاد الليله واولاد بكره ان شاء الله وربنا اذا مد في الاجال زي الوقت ده بيكون اي واحد فرس كوم زي ما بنقول احنا السودانيين فان شاء الله نحن بنبارك لا للتعصب عبر هذا المنبر برنامج كورتنا على فضيلة السودان 24 الآن في النهاية نحن ما يهمنا جمال وحلاوة وإثارة كرة القدم وبإذن الله سنكون حاضرين حضورا في غمة وكلاسيك الكرة السعودية بين النصر والهلال نشجع اللعبة الحلوة نقول للفريق الفائز ألف مبروك والخاسر هارلك وبإذن الله ستكون مباراة جميلة وستوفي بعودها كل العوامل المتوفرة الزخم الجماهيري الحضور الإثارة اللي صنعت قبل المباراة المتابعة الشو الإعلامي كل الأركان أركان المتعة مكتملة بإذن الله لكلاسيكو الكرة السعودية غدا بإذن الله وتابعوا المباراة على فضائية SSC مباراة بإذن الله الساعة 6:25 دقيقة كل اللي عندهم رغبة أو كل العرب أو كل السودانيين اللي بيحبوا الفريقين يتابعوا الكلاسيكو وبإذن الله سنناقش أحداث مع بعض المباراة عبر هذه المنصة أو برنامج كورتنا على فضائية السودان 24 الآن. طيب دارت الصفحة دي وأمشي ليس بعيدا هنا سأبقى في المملكة العربية السعودية وتحديدا بطولة أو دوري كأس الأمير محمد بن سلمان دوري كأس الأمير محمد بن سلمان محترفين جولة التأسيس معاوية لما نقول جولة التأسيس أنا دار أرجع لبعدي ثقافي ما دار أتكلم عن الكورة كذا قلنا الكورة دي نحط الكورة واطة زي ما نقول السودانيين وزارة الثقافة والإعلام لما ابتدعت حاجة اسمها التأسيس الاهتمام بالثقافة والهوية بتاعت الإنسان هي بالمناسبة اللي بتخليك أنت تمشي ليه قدام دي مع بالمناسبة اليابانيين عندما نهضوا وتطوروا تمسكوا بثقافتهم وفرضوا لغتهم وأصبح اليابان اليوم يمكن أنت بتعرف أنا ماذا أتكلم لك عن اليابان هي السعودية في نفس المهج وزارة الثقافة ابتدعت يوم التأسيس أو يعني تحدثت عن يوم التأسيس وبإذن الله يوم الثلاثاء القادم هو يوم التأسيس المصادف 22 فبراير 2022 إجازة رسمية في كل المملكة العربية السعودية كانت المبادرات جميلة وعجبت جدا بالطرح اللي طرح فيه على وسائل التواصل الاجتماعي حتى الحسابات الرسمية الأندية السعودية والمراكز الإعلامية تفاعلت بصورة يعني قوية جدا جدا حتى وزير الترفيه وهناك في موسم الرياض وانترلاند جعلوا الدخول مجانا لمن يأتي باللبس الشعبي أو يوم حاجات التأسيس يعني فتخيل رغي الثقافة دي إنك تعمل حاجة خاصة بك بهويتك عشان تبقى تفرضها للواقع إنه الإنسان لك حضارة ولك إرث السعوديين عجبوني لما استصدوا للهجمة اللبنانية عندما قالوا حنا بدو وأثبتوا للعالم أنهم بدو يفتخرون والسعودي بيفتخر جدا بأنه بدوي وبأنه رجل ابن هذه الصحراء وهو رجل يعني لا أريد أن عشان ما يقولوا نازل قاعدين يتكسب ولا ممكن يقولوا كلام كثير يعني تكسبا ورياء لكن دي حقيقة أنا دائما بقولها البعد الثقافي التقط وزير الشباب والرياضة أو وزارة الشباب والرياضة وأطلقوا جولة 21 أو الجولة السابقة الجولة الفاتت سموها بجولة التأسيس كذا البعد والإبداع اللي في كل والشغل اللي تم ده تناوله من بعد الساعة بعيد عن الكرة يا معاذ والله أول حاجة أنا أهني يعني حكومة المملكة والشعب السعودي يعني ملكا وحكومة بهذا العمل الجبار وهذا المجهود الكبير والشيء الجميل جدا اللي بتقدمه المملكة العربية السعودية في كافة المجالات ويعني العمل الثقافي وال يعني ظل يعني في كل المجالات حاضر انا شخصيا يعني متابع للتراث السعودي
من خلال المهرجانات، من خلال المواسم. يعني شاهدنا الكثير جدا من خلال مهرجان الجنادرية السنوي، وشاهدنا العمل الكبير جدا من خلال القرية التراثية، وده امتداد للحضارة الإنسان السعودي والخليجي بشكل عام. ده عمل كبير جدا ومجهود كبير يعني يحتل بعد المملكة العربية السعودية كدولة رائدة، كدولة يعني لها قيمة كبيرة في الوطن العربي. طيب جلال حسر الجلال، البعد الثقافي في اليوم التأسيس والتسمية الملهمة للجولة 21 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. نعم، أولا نهني المملكة بعيد بيوم التأسيس جلالة الملك وولي العهد شعب المملكة. حقيقة ارتباط الإنسان بمورساته وقيمه الشعبية حاجة جميلة جدا وشيء يعني مبهر، وهم ناس يعني تطوروا جدا في مجال المورسات الثقافية والعمل الشعبي ده. هم يعني بلد فعلا تؤسس للانطلاق إلى منصات أعلى وأعلى. مبروك للمملكة العربية السعودية، هذا الجمال وهذا الإبداع. جميل. طيب نبدأ بأول مباراة أو أولى المباريات اللي لعبت في جولة التأسيس، حتناولها بشكل خفيف كده ما أقدر أجيب فيها كثير. النصر فاز في مباراة مثيرة ومجنونة على الباطن برباعية 4-3. هذه مباراة كانت غريبة جدا جدا، الجمهور النصراوي عاش على أعصابه، ولكن في النهاية حقق المطلوب وأتى اليوم بمعنويات مرتفعة، ويعني زي ما قال قرب المسافة مع المصدر. نعم والله المباراة دي يعني النصر كسب فيها زي ما هم بيقولوا انه يعني الهلال دائما بيجد الدفرات، فالنصر وجد الدفرة في هذه المباراة وحقق الانتصار. ده اتهام واضح يعني، هل هناك تدخل تحكيمي في ساعد النصر؟ بكل تأكيد، بكل يعني تأكيد هذه المباراة كان فيها أخطاء تحكيمية. عشان لا تطلق الكلام على عواهنه وتنكبنا أنا، كيف تم مساعدة النصر الفوز بهذه المباراة؟ اديني طيب، انا ما بعرف هالشخصية. نعم، عشان ما تورطنا مع جمهور النصر يا معاوية. والله نعم. الكل شاهد المباراة والكل يعني شاف كيف استفاد النصر من الأخطاء التحكيمية في هذه المباراة. يعني استفاد. استفاد. يعني في النهاية النصر فاز وحقق المطلوب وجاي بمنتشي في مباراة الهلال بكرة. النصر والباطن، الباطن أنا شخصياً توقعت المباراة تكون صعبة على النصر. جداً. أيوة، لكن فاز النصر وأحرز المحترفين وأهداف، وكانت مباراة قوية ومثيرة. يعني نحن أكثر حاجة نحن مهتمين بها أن المباراة يعني أوفت بعودها تماماً. الرغبة في الفوز. نعم. من لاعبين النصر، مدرب يعرف يختار عناصر اللي بتخليه يفوز. الباطن من الفرق اللي تلعب مباراة كبيرة جداً بالذات عموم فرق الغمة. النصر واصل وإن شاء الله نزاحم لحد ما حنقول البطولة، لكن حنزاحم في الاتحاد في البطولة بإذن الله تعالى. بإذن الله. الترتيب الاتحاد في الصدارة من 20 مباراة 48 نقطة، النصر من 21 مباراة 41 نقطة. إذا نجي للباطن، الباطن مستواه المتدحرج في المركز. الباطن أين الباطن؟ الباطن 18 أفتكر. توقع في المركز الباطن في المركز 15 قبل الأخير ب 21 مباراة ب 19 نقطة فقط. أبناء حفر الباطن، فريق الباطن يهتموا، لازم تنتبهوا للفريق قبل أن يعني خلاص ينزل، يعني خلاص من مرحلة الخطورة. طيب المباراة الثانية معاوية، التعاون والاتحاد، قمة يمكن واحدة من جولة التأسيس. استطاع التعاون أن يفرمل يوقف انتصارات الاتحاد. يوقف انتصارات الاتحاد المتتالية. هل هذا الكلام يعني عودة التعاون للسكة الصحيحة، أم أن هناك تراجع في مستوى الاتحاد؟ والله يعني التعاون استطاع أن يوقف سلسلة من الانتصارات امتدت لعشر مباريات، يعني دي سلسلة كبيرة جدا، يعني ما حدثت قريبا في الدوري السعودي. لكن فريق التعاون عاد لقوته، وفريق التعاون فريق كبير، ما هو فريق سهل برضه. ونقول ان التعاون اجتهد كثيرا جدا في هذه المباراة واستحق هذه النقطة القالية من فك النمور. نعم. هل النقطة كانت او التعادل كان منصفا بين الفريقين؟ منصف. الاتحاد لو كان مباراة بيفوز دائما بفارق هدف، يجيب في انه لياقته مكتملة، في اخر الدقائق دائما بيفوزوا بالهدف بتاعهم، مرات بيجي هدف كده
صدفة أو بنقول مثلا هدف الضغط. التعاون وممكن نقول الاثنين، تراجع مستوى الاتحاد، التعاون برضو من الفرق اللي بتلعب أمام القمة، الفرق الكبير بمستوى كبير، التعاون غسل الغليل حتى يكون من مصاف الفرق المتصدرة في البطولة إن شاء الله. جميل. طيب قلنا التعاون، الاتحاد طبعا في الصدارة ب 48 نقطة، التعاون بعد الانتصارات الأخيرة والنتائج الإيجابية في المركز ال 11 ب 21 من 21 مباراة ب 22 نقطة. حنجي للمباراة المهمة اتلعبت أيضا ضمن جولة التأسيس اللي هي بطولة الأهلي والفيحاء. الأهلي دائما محير، أنا حاسي قبل كنت بتكلم فيك بطولة خادم الحرمين الشريفين، قلت لك الدنيا كلها قالت إنه هاسي مدرب سيء إلا إدارة الأهلي، إدارة النفاعي. طيب هل ربما على حاجة معاك؟ يمكن أنا بعض مرات الكلام يكون ما أعرف الصحيح شنو بالضبط. والله طبعا الإدارة يعني هي الأدرى بظروف الفريق، الأدرى ربما تكون قيمة الوضع وشافت العمل الكبير اللي بيقوم به المدرب وشافت انه يا تعامل يا معلم ما ممكن تسمي عمل كبير، انت لا نتائج لا اداء لا في اي شيء، ما في حاجه كبيره عشان ليس كل الاخفاق يعني يكون على المدرب، يمكن يكون هناك اسباب اخرى رعت الاداره ان المدرب لم يكن له يد فيها. زي شنو مثلا؟ يعني ممكن يعني عامل عدم التوفيق، ممكن دي المباراه دي يعني الاهلي يتصادف فيها عدم توفيق شديد جدا، حتى ركلة الجزاء التي احتسبت للفريق أطاح بها يعني أميض لاعبي الفريق سوء العقيد. نعم أيوة. وبالتالي أحيانا يعني يكون هناك نوع من عدم الحظ، يكون هناك نوع من اللاعبين الغير جيدين يعني في بعض يعني الأحيان. يعني أنت ما بتحمل هاسي النتائج السلبية اللي حصلت للأهلي؟ لا، أنا بقول الإدارة هي الأقرب وهي الأكثر تقييم. طيب انت ما في النهايه اذا ما قدرت تحمل هاسي ما تحمل الاداره، يعني في نتائج سلبيه الاهلي ما ده الاهلي نحن نعرفه. لا اكيد. طيب يا جلال، هل هذا هو الاهلي؟ اكيد اكيد نعم الراغي، واكيد المدرب يتحمل 70-80% من النتائج، بعد ذلك اللعيبه بيتحملوا ضعف الاداء، بعد ذلك الاداره بحملها، لكن اي نتائج مخيبه للامال المدرب بيتحمل المسؤوليه الاولى، ده اكيد. يعني هو صاحب القرار الاول النهائي. لو كنت انت رئيس نادي الاهلي على طول انا غير المدرب. نعم. ودي ميزة الانديه السعوديه. نعم. ما بتصبر على المدرب، يعني ظاهر انه نتائجه سلبيه على طول انا بغيله على طول. طيب على طول حدربي معايا. نعم. لو كنت انت مكان ماجد الدفاعي في رئاسه الاهلي السعودي، نعم، وامامك هذا المدرب هاسي الكارثه زي ما بسموه الجمهور الاهلاوي، نعم، أنا بقول إنه يعني هو أكيد عنده مبرراته اللي تخليه يحتفظ بهذا المدرب، وهم الأقرب وهم النظرة بتاعتهم أكيد ربما تكون هناك أسباب أخرى أدت إلى هذه النتائج ليس من بينها المدرب يعني. طيب جلال، مباراة قمة من واحدة من قمم الجولة، الهلال بعد قدوم مدربه بعد سلسلة يعني مخيبة للآمال، حياتهم الجمهور الهلالي ما يعني دخلوا في الاختبار الصبر الأخير ده، هزيمة بالرباعية من الأهلي القاهري، جايين جريحين في الدوري، جابوا رامون دياز، جارديم ركب الطيارة مع السلامة، فجاء هذا الأرجنتيني في أول مباراة رمم، أنا ما عارف الزول ده هل لديه مفعول السحر بالرغم من وقت ضيق، لكن استطاع أن يفوز بخماسية. نعم. التغيير في حد ذاته. نعم. التغيير بدي دافع للعيبة، مرتاحوا جدا مع التعامل مع هذا المدرب. عاد الهلال أصلا كانت مباراة الأهلي غريبة الأطوار بصراحة، لما الهلال اللي بنعرفه في الأداء، عشان كده عاد بكل سهولة بتغيير المدرب. أكيد أي فريق لما تغير المدرب بيحصل تغيير للنتائج، خاصة كان هو مشكلة كبيرة فنيا، وده اللي حصل يعني التغيير الجهاز الفني أثر في أداء اللاعبين. طيب معاوية، يعني الشبابيين أنا حضرت نقاش بين شبابيين وهلاليين، أو بمعنى أصح ليسوا هلاليين يعني يشجعون بعض الفرق، فبيتهموا الشباب بيقولوا يعني أنت فرطت في رميت سلاحك، فلا يمكن أن ترمي سلاحك وتقاتل في الميدان. نعم بالتأكيد، يعني النص الشباب فقط يعني لاعبين مميزين يعني، وبالتالي يعني هذا أضعف الفريق، لكن بالمقابل اللاعبين الهلال كان عندهم دوافع كبيره في هذه المباراه،
بعد الخسارة الكبيرة اللي كانت غير متوقعة حقيقة وكانت مخيب الأمل. يعني الفريق الهلال ليس هو الفريق الذي يخسر بهذه الكمية من الأهداف. وبالتالي كان اللاعبين عندهم فريق الشباب ليس يخسر بهذا وليس الهلال. لا أنا بتكلم عن الهلال في الرباعية. أيوة. وبالتالي كان عندهم إصرار على مسح الصورة المهزوزة اللي ظهرت في مباراة الأهلي ومصالحة الجماهير، جماهير الهلالية القاضبة عن هذه النتيجة. وبالتالي كانت دوافع اللاعبين أكثر من إنها يعني مجهود مدرب أو بصمات مدرب، هي كانت دوافع اللاعبين في المقام الأول. طيب يا حذربي، باعتبار أنك رجل ضليع في القانون واللوائح والأنظمة الخاصة بكرة القدم، كانو وبريرا أخذوا كرت أحمر في مباراة تم يعني طردهم وإقصاهم من الملعب بالكرت الأحمر مباراة الأهلي الغاهري، فالأقوال كانت تقول إنه ما حيلعبوا في أول مباراة تنافسية قادمة، يعني مفروض ما يلعبوا كرة أو يقفوا أول كرتين تنافسيتين، فجوا لعبوا كرة الاثنين موجودين في كرة الشباب، فبعض الهلاليين يقول إنه الفيفا لم تزودهم بأي خطاب للإيقاف، إذن اللاعبين ضمن القائمة الأساسية. نعم، هي البطولات يعني أنت ما ممكن تأخذ كرت في بطولة قارية وتجي تنفذ الإيقاف في بطولة محلية، هذا الإيقاف بيكون في البطولات الدولية وليس البطولات المحلية. يعني هذا الكرت بيكون متواجد معهم لأول مباراة في دولية، يعني كأس الآسيوية. وكان اطلعت على كلام غير ذلك يا معلم. أنا اطلعت على كلام إنه البطولة أخذتها في بطولة رسمية بتنظمها الاتحاد الدولي الفيفا، أخذت فيها كرت أحمر بتجيب في أول مباراة تنافسية بغض النظر عن كانت اتحاد الإقليمي أو الدولي أو البلد، إنك تجيب في أول منافسة. فأنا قرأت كلام بهذا الشكل، هل أنت تستبعد هذا الزعم؟ لا، استبعد هذا الزعم تماما. هذه البطولة التي تنظمها الاتحاد يكون الإيقاف في المباريات الدولية وليست منافسة محلية. طيب، وجود كنو بريرا ماذا يضيف للهلال في مباراة، ماذا أضاف أو سيضيف في مباراة الغد وفي مباراة الشباب؟ كنو لاعب مجهود وافر، لاعب يعني نحن شفنا اللي حصل بعد خروجه في المباراة اللي فاتت بالبطاقة الحمراء، وبالتالي هو إضافة كبيرة جدا للوسط الدفاعي للهلال. نعم، بالرغم من الهدف أحرز قبل خروج كنو. طيب، الكلام اللي سألته القانونيا عندك فكرة عنها؟ إنه البطولة طبعا هي استحيل الاتحاد الدولي يعمل الكلام ده لسبب واحد، إنه بيفتح ثغرات للاتحادات الوطنية، بيساعدوا الأندية بتاعتهم ينظم بطولة إذا في تأثير في مباراة أفريقية تانية ومباريات خارجية، هو منظم بطولة ولعيبهم سريع عمل لهم جدول لمباراة عشان يصفوا الكروت، ده كلام ما منطقي. حتى كان قبل كده كان كأس العالم منافسته لوحده وكأس أمم أفريقية منافسته لوحده، يعني إذا هنا طرد ما بيأثر في المشاركة بتاعت البطولات الأفريقية. الآن هم عملوا دمج للبطولتين مع بعض، لكن البطولات الغرية زي ما قلت لك الأخ معاوية فقط، أما حكاية محليا دي هتسبب مشكلة كبيرة جدا، هتعمل تواطؤ بين الاتحادات والأندية بتاعتها. طيب، الاتحاد الوطني للدولة يا معاوية والفيفا الهرم أو المظلة الرئيسية، الاتحاد الآسيوي كرة القدم، يعني هل كانوا سيغيب في مباراة المنتخب السعودي مثلا في أول مباراة نافسية أم لا؟ لا، في مباريات النادي وليست المنتخبات. المنتخبات ما عندنا. لا لا، الأندية. مباريات الأندية. أيوه. نعم صح، أنا لخبطت بين الأندية والنادي. يعني إذن كانوا متواجد حسب ما تداولت الأنباء أو تم التصريح به، بالرغم إنه القضية تفجرت من جديد في عملية انتقال محمد رهيم كانوا، وما زالت هناك كثير من الإيشوز يعني أو كم كمية من الحاجات لسه تتضح لاحقا في قضية كنو وانتقال أول الربكة اللي حصلت في إعادة قيد محمد إبراهيم كنو لفريق الهلال. طيب، أنا دا أطوي الصفحة، أو عندنا مباريات بالأمس برضو أيضا، مباريات اللي لعبت قبل ما أطوي الصفحة، تكلمنا عن الهلال خماسية، هنتكلم عن ضمك وأبها ديربي كنو ديربي عسير، الفريقين من الفريقين الممتعين جدا جدا، ومن هذا المنبر أيضا تحية لأهل الجنوب، هناك عسير المنطقة الجنوبية أبها خميس مشيط كل المناطق الجميلة دي السياحية مع يحذربي، لعبوا مباراة كبيرة جدا جدا أمس، أنا حضرتها الجزء الأخير يمكن الشوط الثاني بأكمله، مباراة من عالم الكبار ديربي
نظيف جدا جدا، انتهت بثلاثية مقابل هدفين، يعني كل العوامل الجميلة شاهدتها في هذا المباراة. والله شوف الدوري السعودي وجود المحترفين في كل الفرق أعطى يعني مدعى وأعطى التنافس شيء كبير جدا، وبالتالي كل الفرق السعودية الآن أصبحت فرق متميزة. يعني ما في فريق الآن في بطولة محمد بن سلمان، الأمير محمد بن سلمان هو يقول عليه فريق ضعيف، وأي فريق ممكن يحقق النتائج. فريق ضمك حتى الأسابيع الأولى كان متصدر للدوري، حتى الأسابيع الأولى، لكن دائما قلت لك الدربيات دائما في كل مكان لا تخضع لحسابات. نعم. لحسابات. جميل. وبالتالي كانت مباراة ديربي بكل ما تحمل من معنى. جميل. جلال، ديربي الجنوب. نعم. افتكر لك خاصة فريقين من الفرق المميزة في الدوري السعودي، ودخول وجود المحترفين في الأندية دي عامل ارتفاع في المستوى الفني. مباراة حقيقة ممتعة ومباراة سريعة جدا، إضافات المحترفين عندهم مميزين ومناسبة وشاطرين جدا في زلايا وهلال العرب السوداني. لا فعلا محترفين مميزين جدا جدا, جداً. أيوة. شاطرين جدا في الكلام ده، ومستوى المحترفين في المملكة العربية السعودية في الدوري عامل ارتفاع للمستوى الفني عامة. يعني جميل. في مباراة أخيرة فاز الطاي، طاي حاتم الطاي، على فريق آخر مباراة حضرناها أمس للاتفاق بهدف دون مقابل في أرض في المنطقة الشرقية. يعني الطاي مشى ضيف وظفر بنقاط المباراة وعاد. الطاي في الطريق الصحيح يا معاوية. نعم. الطاي في الطريق الصحيح والاتفاق في كفوة، يمكن خسائر متتالية للاتفاق في المنطقة الخطرة 14 مركز، يعني هذا الموقع لا يتناسب أبدا مع فارس المنطقة الشرقية. نعم. طيب، إذن سأطوي هذه الصفحة أو هذا المحور بذكرى الترتيب النهائي لكأس دوري الأمير محمد بن سلمان. الاتحاد في الصدارة ب 48 نقطة، النصر ثانيا ب 41 نقطة، الشباب ثالثا ب 40 نقطة، الهلال رابعا ب 34 نقطة، ضمك خامسا ب 33 نقطة، أبها سادسا ب 28 نقطة، إلى مناطق الوسط كلها. ونجي في ترتيب الأخير أو الفرق المهددة في المنطقة الحمراء. الاتفاق زي ما قلت فارس الشرقية أو فارس الشرق من 20 مباراة 20 نقطة فقط، الباطن 21 مباراة 19 نقطة فقط. الحزم يتزيل ترتيب دوري كأس الأمير محمد سلمان من 21 مباراة ب 14 نقطة فقط. هذا الدوري الجميل بالتأكيد بنتناوله تباعا متى ما لعبت المباراة، والجولة إن شاء الله القادمة ستنطلق بإذن الله يوم 26 فبراير. أطوي الصفحة وانتقل مباشرة للقارة العجوز، هناك في المناطق الباردة مباراة جنونية من عالم، يعني يعتبر من عالم ثاني، كوكب ثاني. مانشستر سيتي بكل جبروته وعنفوانه ونجومه تعرض بالأمس لهزة، واستطاع توتنهام أن يقهره، أن يفوز عليه بثلاثية. نعم. واحدة من الحاجات القوية اللي بتخلي الناس مشدودة مع الدوري الإنجليزي. يعني فريق يتصدر هذه المنافسة، فريق ممكن في المركز السابع تقريبا. تقريبا توتنهام في المركز السابع. نعم. ورغم ذلك يحقق عليه انتصار، وانتصار كبير وانتصار مستحق. طيب، مباراة هذه المباراة الجنونية كيف تابعتها جلال؟ كنت العبغري مدرب حيثما يكون يكون الفوز. يتميز عناصر توتنهام، سون وهاري كين، لعيبه مميزين جدا وبيلعبوا اللعبات العرضية، يعني سريعين جدا في نقل الملعب. ممكن يكون أميس غارديولا فرط في التعادل، يعني كان ممكن الكرة تنتهي تعادل دقيقة 90 وكرة 2-1. نعم. أصلا الكرة دي يعني متعتها في شنو؟ مع إن الأهداف كلها جهت بعد الواحد والسعين سرعة كده غير عادية. بعدين الجمل بتاعت الأهداف تيجي نص الطريقة، اللي حصل الأهداف بتاعت توتنهام نص الطريقة. سون عامل أساسين أمس، شغل فني لعيب لعيب، يعني أنا ما أعرفه لحد الآن في توتنهام ليه مفوز يمشي، يعني فريق كبير يمشي ريال مدريد باريس سان جيرمان برشلونة الفرق البطولات، يعني حقيقة توتنهام ما بيشبه ريال مدريد أو برشلونة أو الأندية الكبيرة. سون غامة كبيرة جدا، يعني حتى أنا بشوف ممكن أقول تفوق على ساديو ماني وعلى محمد صلاح في حيات كثيرة. سون يعني لاعب مميز جدا والله، وأمس كان على مفارقة في المباراة.
علامة فارغة. وبالمناسبة يعني المباراة دي عشان تعرف إشارتها يا حدربي، الأهداف المباراة كانت 1-1 2-1 مباراة دقيقة 90 لحد دقيقة 91 منها جاء الهدف تعادلوا من ركلة جزاء توتنهام قصدي مانشستر سيتي، ثم محرز قبل أن يحتفلوا جيدا باقتهم هاري كين بهدف رأسي جميل ملعوب. نعم متعة الدوري الإنجليزي يا حضرون. والله طبعا المدربين الكبار في الدوري هم اللي عملوا يعني غارديولا مدرب مميز، كونتي يعني مميز أيوة. كونتي ايضا مميز اضافه للاعبين المتواجدين الكبار يعني، وبالتالي هذه الميزه غير متواجده في الدوريات الاخرى يعني. طب حاليا يمكن الدوري الاجمل والامتع والاقوى في العالم بكل ما تتفق في الكلام ده؟ اتفق انه الدوري الانجليزي فيه ميزه ممكن في البطولات في الدوريات الثانيه ما فيه. ممكن يلعب فريق مع المركز الاخير يفوز على المركز الاول، يفوز على السيتي عادي يعني اي مباراه تقطع لانه مباراه 90 دقيقه فقط، وكل سنه بطل جديد يعني. يعني ليستر سيتي قبل كده شال البطوله ووسط العمالقه دي كلها. جميل. اذا ترتيب الدوري الانجليزي من اقوى الدوريات في العالم، مانشستر سيتي ما زال متصدرا ب 63 نقطه، ليفربول في المركز الثاني 60 ولا 63 63 57 ليفربول المباراه مؤجله، خمسة مبسوطين تفسروا لهم هم عندهم مباراة مؤجلة طبعا مؤجلة نعم من 25 مباراة مانشستر سيتي 26 مباراة. تشيلسي في المركز الثالث لمانشستر يونايتد في المركز الرابع، وستهام في المركز الخامس، أرسنال في المركز السادس، توتنهام في المركز السابع. أما فرق الزيلية أو المهددة بالهبوط واتفورد وبيرنلي ونورش سيتي، دي فرق مهددة بالهبوط من 18 لواتفورد وبيرنلي 17 نقطة ونورش سيتي 17 نقطة. آخر محور لدينا حذربي مباراة فضل الإسباني الإسباني اللي هو المباراة اليوم جرت الآن بين برشلونة. أنا أتمنى الكنترول يدينا النتيجة برشلونة و فالنسيا. أنا خليت النتيجة 3-1 لفالنسيا. كم النتيجة حتى الآن يا أستاذ هشام؟ برشلونة وفالنسيا 4-1. إذن برشلونة يضرب الرباعية يغنى فيمتع. إكزافي بدأ في صناعة ربيع برشلونة. والله برشلونة طبعا هو في مرحلة إعداد، لاعبين كلهم صغار السن، وبالتالي في هذا الموسم ليست هناك يعني لا ينتظر العشاق بالنسبة للبرشا بطولات، هي مرحلة بناء بالنسبة للبرشا. هذه المباراة ممكن تكون يعني من المباريات السهلة نسبيا، لأنه الفريق ضعيف شوية نوعا ما، ترتيبه متأخر، وبالتالي برشلونة وجد يعني صيد سهل في هذه المباراة. لأن فالنسيا ليس بفالنسيا اللي بنعرفه قبل كم سنة. برشلونة استفاد من قوته، اللاعبين الجدد استقرار سجدوا في استقرار. إكزافي بدأ يتلمس طريق النجاح. نعم بدأ يشتغل برشلونة، بدأ لأنه هم زي ما قلت لك ما مطلوب منهم بطولة، مطلوب منهم يلعبوا فقط. هو بيعمل شغل بتاع تركيز الخانات بتاعت اللعبة بتاعينه، فعامل شغل فني كويس. ونتوقع برشلونة السنة القادمة والبعدية هيكون تاني يعود من أوائل الفرق في أوروبا. إحنا يا ريت نتكلم عن كرة ريال مدريد أمس. تفضل ريال مدريد. نعم أنشيلوتي يغود، وأنا ممكن أقول المباراة دي أنشيلوتي يغود ريال مدريد بالفوز. لازم مباراة صعبة جدا كانت، لو انتهى 0-0 شو تاني أنشيلوتي يغود ريال مدريد بثلاثية من أجمل المباريات. يعني الهدف الثالث يدرس، هدف الثالث جملة فنية يعني تكتب على الكراسات في كل الدكات الفنية. أنشيلوتي كمدرب في ناس كثار انتقدوه وطلعوه بعد مباراة باريس سان جيرمان إنه يعني بين قوسين مدرب فاشل. نعم العكس، نتائجه توريك انه مدرب كبير عاد بريال مدريد للطريقه الصحيح، خبره وراجل يعني قراءته الفنيه ما فيها كلام. يعاني من بعض الخانات ما موجوده في ريال مدريد، لكن هو كمدرب يعتبر من اوائل المدربين السوبر ستار في اوروبا كلها. جميل مهاوية أنشيلوتي. نعم في المدرب والله انا ممكن اتفق معاه في مباراه باريس سان جيرمان، يعني قدم الفريق بشكل الفرق الصغيره يعني يعني الاداء اللي لعبه امام باريس سان جيرمان، الفريق يكون طول المباراه هو مدافع وما يقود ولا هجمه او هجمتين منظمات،
فأعطى شكل إنه فريق الريال لدى الفرق الصغيرة، الريال فريق كبير يعني يجب أن يكون شكله دائما يعني يلعب من أجل الفوز وليس يلعب من أجل التعادل ويتكتل للفرق الصغيرة. جميل. إذن مباراة منتظرة يوم 9 مارس مع الباريسيين هناك في مدريد لحسم التأهل. ريال مدريد فاز بالأمس، الآن مباراة أيضا أطلق صافرة الحكم، الحكم صافرته بتعادل إشبيلية وفياريال بإشبيلية، ونعم المباراة اللي انتهت الأولى إشبيلية و إسبانيول انتهت تعادلية 1-1. ترتيب الدوري الإسباني ما زال الريال متصدرا وبفارق كبير جدا جدا، وهو الأقرب للظفر ببطولة الدوري الإسباني الليغا هذا الموسم. تماما بهذه النقطة وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامج كرتنا على فضائية السودان 24 الآن. تحية الحب والاحترام والتقدير والمحبة لكل الذين تابعوني إلى حتى هذه اللحظة، وكل الذين يتابعون برنامج كرتنا على امتداد بثنا في جميع أنحاء العالم. قبل أن امتد شكري لضيفي داخل الاستوديو المحلل والإعلام الرياضي معاوية حذربي، شكرا جزيلا لك. شكرا أستاذ مطعب، وشكرا لكل التيم العامل معك في هذه الحلقة المتميزة، وشكرا أيضا لضيفك الأستاذ جلال. جلال أستاذ جلال شكرا جزيلا، كنت ضيفا مميزا، قدمت الإفادة والإضافة، جزاك الله خير، ما قصرت بعد طول غياب، نورت وشرفت القناة. شكرا لك مصعب، سعيد جدا بالمشاركة معكم في الحلقة، ودعوة للجماهير السعودية تحضر ديربي الرياض غدا. نعم. الأمنيات للأندية السودانية بالتفوق في المنافسات الأفريقية بإذن الله. شكرا لك. وعبرك نكرر الدعوة مرة أخرى لمتابعة كلاسيكو الكرة السعودية غدا بإذن الله بين النصر والهلال مساء 6:25 مساء بتوقيت مكة المكرمة، والمباراة مقام بملعب مرسول بارك. تحية لكل الذين قدموا وما زالوا يقدموا لهذه القناة الوليدة في كل طاقم العمل فيها، وصولا لمن صنعوا هذا المحتوى الجميل برنامج كرتنا على هذه الفضائية، وصولا من أقل من يقدم فيه مجهودا، وصولا إلى مخرجنا المميز هشام يوسف، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة، إلى اللقاء.